بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته، جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الله عز وجل هو الرحيم الرحمن، والله عز وجل هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ومن كمال علمه وكمال حكمته أنه خلق هذا الإنسان وما تركه في هذه الدنيا دون هدى يبصره ويرشده ويدله إلى الحق والصراط المستقيم. والله عز وجل هو العليم، فالإنسان قاصر لا يستطيع أن يصل إلى ذلك كله بدون هدى من الله سبحانه وتعالى. فكان من رحمته ومن أعظم رحمة أرحم الراحمين أن امتن على العباد بإرسال رسله وإنزال كتبه، فكانت هذه نعمة ونعمة عظيمة. من وعاها ومن أدركها ومن عرف قيمتها ومن وفق لقبولها فقد وفق لخير عظيم، ومن أغلق عليه ومن أعرض عنها ومن أدبر عن الهدى الذي جاءه من ربه عز وجل فقد ضل وخسر خسرانا مبينا. وكيف لا يكون هذا الأمر لهذا الإدراك؟ والله عز وجل أخبرنا في كتابه أن من قبل هذا الصراط المستقيم فهو المهتدي، ومن أعرض عن هذا الهدى فلن يكون على الصراط المستقيم ولن يكون مهتديا، ومن ثم لن يكون إلا شقيا وضالا. فقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكانت هذه ضمانة معلنة من الرب جل جلاله للناس كلهم، أن من أراد النجاة من الضلال والشقاء فدونه هدى الله، وأن من أعرض عن هدى الله فلن يكون إلا ضالا شقيا. وهذه حقيقة قرآنية، وهذه حقيقة قرآنية. وعلى هذا الأساس
كانت هوية هذا الإنسان المسلم تقوم في بعدها الأقوى والأعمق والأصلب والأثبت للإنسان المسلم تقوم على هذا الأمر، على الكتاب والحكمة. والكتاب ما ينزله الله عز وجل من عنده، والنبوة وما ارتبط بها من الحكمة، فهذا هو الأصل في هوية هذا الإنسان المسلم. والله عز وجل أنزل هذا الهدى وأرسل الرسل ليجتمع الناس على الحق، وليعمل الناس بالحق، وليعيش الناس عيشة العدل والخير والصلاح والمحبة والأخوة والاجتماع والتعاون والوفاء. فالدين إنما أنزله الله عز وجل ليحقق هذه المصالح جميعها. فلما كان الوجود الأول للإنسان بوجود آدم وزوجه حواء، وما أكرمهم الله عز وجل به من الذرية، وقد هدى الله عز وجل آدم بهداه، فكان مهديا بهدى الله، فمثل هو وزوجه وذريته الأولى، مثلوا بهذا الدين وبهذا الهدى الذي جاءهم من عند الله، مثلوا أمة إذ كانوا مجتمعين على ذاك الحق والخير الذي دلهم الله عز وجل عليه. وما زال خصمهم يجتهد بهم حتى يفارقوا ذاك الهدى والحق الذي جاءهم من عند الله، وتمكن من مراده بعد قرون، فكان الافتراق وكان التنازع وكان الشقاق. وعندها بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل، وغايتهم واحدة، أن يعالجوا ما طرأ على بني آدم من أمر الافتراق، وأن يعيدوهم إلى الاجتماع، وأن يعالجوا ما طرأ عليهم من غير هدى الله الذي أنزله الله عز وجل لهم ليلتزموا به. فشرع لهم عدوهم إبليس ما يفارقون به الهدى والحق، فكان دور الأنبياء إرجاعهم إلى هدى الله جل جلاله. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي افترقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين ليعيدوهم إلى الاجتماع والوحدة. والأنبياء والرسل بعثهم الله في الأمم، وكما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن بين هؤلاء أئمة كبار عظام من أنبياء الله ورسله، يتقدمهم أولو العزم من الرسل، وهم رسول الله نوح، ورسول الله إبراهيم، ورسول الله موسى، ورسول الله عيسى، ورسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم.
وهذا ذكرهم بحسب ترتيب بعثتهم. ومن هؤلاء اختص الله عز وجل الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد عليه الصلاة والسلام. وأكبر ما ارتبط هذا الاختصاص ببقاء إمامة هذين الرسولين للبشرية إلى يوم القيامة. فالخليل إبراهيم جعله الله عز وجل إماما، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالله عز وجل جعل إبراهيم عليه السلام للناس إمام، وربط بهذا النبي الكريم الملة الإبراهيمية، الملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله عز وجل بها العباد وأمر بها المرسلين من بعده. وربط بالخليل إبراهيم عليه السلام حج هذا البيت، فهو من رفع قواعد هذا البيت، وهو من حد حدود الحرم، وهو عليه السلام من طهر فناء الكعبة، وهو من أعلن في الناس حرمة الحرم، وهو عليه السلام من أذن في الناس بالحج، وهو من حج البيت واستقبل حجاج البيت. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك من كل فج عميق. فهذا كلام الله عز وجل في حق الخليل إبراهيم، وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال لخاتم رسله عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا قال لأمته: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه إمامة إبراهيم عليه السلام. وأما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو النبي الخاتم، وهو سيد الأولين وآخر وسيد الآخرين. أنزل الله عز وجل عليه الكتاب الهدى، وفي الكتاب أخبر الله عز وجل أن الله أتم له هذا الدين وأكمل عليه النعمة، وأنه رضي له ولأمته هذا الدين، وأنه لا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم عرفة في حجة الوداع، فكانت هذه الشريعة الخاتمة وهذا الإسلام بهذه الشعائر بهذه التشريعات هو الدين الكامل الذي ارتضاه الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه
ورضيه للناس إلى يوم القيامة. وما بين أيدينا في سورة آل عمران، ويتكرر التذكير بأن جزءها الأول ونصفها الأول تقريبا نزل فيما يتعلق بذاك الحوار والجدال الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران. وقفنا مع ذلك بحسب آيات السورة إلى أن وقفنا في هذه الآيات التي نتدارسها في هذه اللقاءات، والتي جاء فيها ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى جعل وراثة الأرض وراثة على طريق مرضي عنده، مرتبط ذلك بذرية إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل أورثهم الكتاب والحكمة، وأورثهم ملكا عظيما. وجميع الأنبياء والرسل من بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، ومن فرعيه إسماعيل عليه السلام أبو العرب، وإسحاق والد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. فالله عز وجل جعل الوراثة في ذرية إبراهيم عليه السلام، وآتاهم الكتاب والحكمة. ولما كان ما كان من الفرع الأول، فرع إسحاق، في تاريخهم ومما أخبر الله عز وجل عنه، وكانت الرسل والأنبياء تسوسهم، فكثر فيهم الأنبياء والرسل، وذكر الله عز وجل عددا منهم في كتابه، ومنهم الرسول العظيم في بني إسرائيل كليم الله موسى عليه السلام، ومن أنبيائهم زكريا ويونس وهارون وسليمان وداود. فكل هؤلاء من رسل وأنبياء بني إسرائيل، وعلى قدر قيامهم بالكتاب والحكمة، فالله عز وجل يجعل لهم التمكين. والأهم أن يكون منهم ميراثا عظيما وحضارة راشدة للناس. فإذا ما تخلفوا عن الكتاب والحكمة نزع ذلك الأمر منه، إلى أن كان نبيهم الأخير عيسى عليه السلام، والذي أخبر بأن الأمر أصبح محصورا في فرع إسماعيل، إذ بشر بالنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كما ذكر الله عز وجل في سورة الصف حاكيا قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان هذا الميراث بالكتاب والحكمة والقبلة مرتبط بفرع إسماعيل، وأن الختام سيكون في هذا الفرع، والخليل إبراهيم إمام. ومن ضمن ما كان من الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، وحضور عدد من علماء
اليهود والذين كانوا بعض قبائلهم يسكنون المدينة، قد أشرنا إلى ذلك سواء في سورة البقرة أو أيضا في هذه السورة سورة آل عمران. فكان من ضمن ما ذكر في تلك الحوارات دعوى اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، ودعوى النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا. وهنا تصدى القرآن لنصرة هذا الإمام، هذا الحنيف المسلم خليل رب العالمين الذي ارتضاه الله عز وجل أن يكون إماما للناس، والذي آتاه حجته عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أخبرنا في هذه الآيات عن بيان هذه الدعوة وكيف فند أمرها وما قامت عليه من الشبهات وكيف كان الرد على أصحاب الدعوة. فكان وقوفنا في هذا الأمر من قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا ما وقفنا معه في لقائنا الماضي. ثم يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا كلمة قالها إمام المفسرين ابن جرير الطبري ذات معنى ودلالة عظيمة، قالها عند هذه الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول رحمه الله عن هذه الآية، يقول: تكذيب من الله عز وجل دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى وادعوا أنه كان على ملتهم وتبرئة لهم منه وأنهم لدينه مخالفون وقضاء منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل دينه وعلى منهاجه وشرائعه دون سائر أهل الملل والأديان وغيرهم. هذه الكلمة العظيمة وهذا الفهم من هذا الإمام المفسر لهاتين الآيتين الكريمتين التي الله سبحانه وتعالى عندما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وادعى النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، فالله عز وجل بعد أن فند تلك الشبهة وبين بطلانها وكيف كان الرد عليهم، وهذا ما سبق الوقوف عليه في كلام العلماء حول الآيتين السابقتين، بعد أن بين ذلك فيأتي
أمر الحكم أن تلك الدعوة ليست صحيحة وأنها كاذبة، فليس إبراهيم عليه السلام يهوديا وليس إبراهيم عليه السلام نصرانيا. وتبرئت ما كانوا عليه وما هم عليه من إبراهيم عليه السلام، وأن حالهم وواقعهم واقع المخالفة لإبراهيم لا واقع الموافقة، واقع المخالفة لا واقع الموافقة. ثم يقضي الله عز وجل قضاء وحكما لأهل الإسلام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، ليقول لهم: أنت يا محمد، أنت يا رسول الله، أنت وأصحابك الذين آمنوا بك، الذين صدقوك، الذين يتبعوك، الذين يستنون بسنتك، أنتم الأولى بإبراهيم عليه السلام، أنتم الأولى بإبراهيم عليه السلام. فيقول الله عز وجل في الآية الأولى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وهنا في قوله يهوديا ولا نصرانيا تأكيد النفي عن كل واحد من الدينين، فهو ليس يهوديا وكذلك هو ليس نصرانيا، فليس لأي منهما أن يدعي هذا الأمر، وأنه إن قال ذلك فهي دعوى كذب وافتراء، وأن الحقيقة على خلاف ذلك. وفي الآيات السابقة كان البيان الواضح كيف أن هذه الدعوة كذب، حيث قال الله عز وجل: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. إن قلتم أن اليهودي هو من يتبع ما جاء في التوراة من التشريعات، وإن قلتم أيها النصارى أن النصراني هو من يتبع ما جاء في الإنجيل من التشريعات، فخليل الله إبراهيم قد بعث قبل أن تنزل التوراة وقبل أن تنزل الإنجيل، فكيف يكون السابق تابع للاحق؟ والعقل يقول أن اللاحق يتبع السابق، وإن كان في اعتقادكم الذي حرفتموه، فبقول اليهود أن عزير ابن الله وبقول النصارى أن المسيح ابن الله أو قولهم هو الله، ولم يكن موسى موجود على زمن إبراهيم ولا عزير ولا عيسى عليه السلام، فكيف يكون قولكم أن إبراهيم كان يهوديا وقول النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا؟ فلذلك كان هذا التعقيب: أفلا تعقلون، هل أنتم فاقدين للعقل عندما تتكلمون بهذا الأمر، عندما تقولون هذا القول؟ فيقول الله عز وجل بعد أن بين بطلان تلك الدعوة على التفصيل، فيأتي الحكم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فنفى عنه هذا الانتماء وهذه الهوية الدينية، فنفاها عن خليله إبراهيم، ثم أثبت له أمرا عظيما، فقال عز وجل: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولكن أي بعد أن نفى عنه
اليهودية ونفى عنه النصرانية أثبت له الحنيفية، فقال ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا، الحنيف في اللغة هو المائل عن شيء نحو شيء، ولذلك يقال للإنسان، للرجل، إذا كانت قدمه وساقه فيه ميل بحيث يؤدي إلى أن تكون القدمين كل منهما متجه نحو الآخر فيقال له الأحنف. فالحنيف هنا هو المائل، المائل، والمائل هنا مائل عن شيء ومفارق له بسبب هذا الميل، وهذا الميل يجعله يتجه نحو اتجاه آخر، فبهذا يكون الحنيف هو المائل عن الباطل، أي البعيد عنه والمتجه نحو الحق ليستقيم أمره عليه. فلذلك بهذه الصورة نجد أن الحنيف حقق بهذا الوصف أمرين: الأمر الأول أمر المفارقة، فهو مفارق لذلك الباطل، مائل عنه، متجه إلى الجهة الأخرى، والجهة الأخرى هي التي فيها الحق، الجهة الأخرى هي الجهة التي فيها الحق، فأصبح بهذا محقق لأمرين: أمر المفارقة للباطل، وأمر الاستناد على الحق والاعتداد بالحق والقبول للحق والتلاقي مع الحق والخضوع للحق والاستجابة للحق، وأنه مفارق لذلك الباطل. فإذن هذا هو المعنى للحنيف، ولذلك المعنى الذي رجحه عدد، وإن كان هنا ذكرت عدد من المعاني للحنيف وهي إما جامعة أم أن يذكر فيها هذا المعنى وكل عبر بعبارته، وإما أنها ذكرت بعض أعمال الخليل إبراهيم عليه السلام، يعني منها ما ارتبط بهذا الأمر وهو قضية الوجهة. فلذلك الحنيف المتبع أمر الله وطاعته مستقيما على محجة الهدى التي أمر بلزومها. ومنهم من قال الحنيف المائل عن الأديان إلى الدين المستقيم، فكما قلنا أن الحنف هو ميل عن شيء، ميل عن شيء ومفارقة له، وهذا الميل وجهه إلى شيء آخر، فلذلك قالوا الحنيف المائل عن الأديان إلى الدين المستقيم. فلذلك لما كان الدين المستقيم مستقيما، ولما كان الصراط مستقيما، فمال الحنيف إليه ليستقيم به، وميله هذا جعله مفارق لغيره، مفارق لغيره. فلذلك الحنيف المائل عن الأديان إلى الدين المستقيم. ومن العلماء من قال الحنيف الموحد الحاج المضحي المستقبل للكعبة المختون، المختون. فإذن منهم من قال وربط هذا الأمر، ربط هذا الأمر بهذه الأعمال
التي هي من أعمال الخليل إبراهيم، وكان في مقدمتها أمر التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ثم الحج، تلك العبادة الإبراهيمية العظيمة المرتبطة بهذا البيت العتيق، ثم الأضحية، وذاك الفداء الذي كان من الخليل إبراهيم لابنه إسماعيل، وثم استقبال الكعبة قبلة الأنبياء للصلاة، ثم الختان. فمنهم من قال أن الحنيف هو من جمع ذلك، ومنهم من قصره على الحجاج، ومنهم من قصره على الحاج، فقال الحنيف هو الحاج، الحنيف هو الحاج. فإذن فالله عز وجل يقول عن خليله إبراهيم: ولكن كان حنيفا. إذن مائل عن كل تلك الأمور التي حرفت، وأنه متجه إلى الصراط المستقيم، مائل إليه، ملتصق به، ملتزم به، ولكن كان حنيفا مسلما. المقصود بالإسلام هنا أنه المستسلم لأمر ربه، الخاضع له، المتذلل بجوارحه انقيادا لأمر ربه، المخلص لله في عمله. وهذه ثلاثة أمور. فمن المفسرين من قال: مسلم أي مستسلم لأمر ربه، قابل ما يأتيه من عند الله. ومنهم من قال: متذلل بجوارحه، أي أنه بعد القبول بدأ العمل فأخضع جوارحه لما جاءه من عند ربه، وهذا إسلام. ومنهم من قال: هو أنه بذاك العمل كان مخلصا لله عز وجل وحده، يريد وجه الله بذلك كله. ولا مانع أن يكون هذا المعنى كله مراد. فإذا قوله مسلما وصف له بهذه الأوصاف، وصف له بهذه الأوصاف، وليس طبعا هنا وليس وصف أنه مسلما، لأن لو قلنا أن المقصود به الإسلام الذي هو شريعة محمد للزم ما نفس الأمر الذي قاله اليهود والنصارى. ولذلك هنا مسلم تكون مفسرة بهذه المعاني التي ذكرت، فيقول الله عز وجل: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، وهذا سبحان الله أبلغ ما يكون في نفي ما لا يليق بإبراهيم وإثبات ما يليق به. فنفى عنه اليهودية والنصرانية، ثم أيضا نفى عنه الانتماء للشرك. وفي قوله عز وجل: وما كان من المشركين، من المقصود بهم؟ فمن العلماء من قال، المفسرين: وما كان من المشركين أي من اليهود والنصارى، وهذا قول مقاتل، باعتبار أنهم بما أحدثوا قد أشركوا. فمن قال أن عزير ابن الله أشرك، ومن قال أن المسيح ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة فقد أشرك. ففي قوله عز وجل: وما كان من المشركين، أي أنه لم يكن من المشركين، وأنكم أيها اليهود والنصارى قد أشركتم، وإبراهيم حنيف مسلم موحد لربه عز وجل. فإذن هذا المعنى الأول: ما كان من المشركين أي من اليهود والنصارى فقد أشركوا بالله عز وجل.
والقول الثاني وما كان من المشركين، أي المقصود تبرئة إبراهيم عليه السلام من دعوى اليهود أن إبراهيم يهوديا برأه الله، وتبرئة لإبراهيم من قول النصارى أنه كان نصرانيا، وتبرئة أيضا من مشرك العرب الذين أشركوا وعبدوا الأوثان والأصنام وقالوا أن هذه ملة إبراهيم. فكأن الآية تبرئة للخليل إبراهيم من هؤلاء كلهم، تبرئة للخليل إبراهيم من هؤلاء كلهم. والقول الثالث وما كان من المشركين أنها عامة يدخل كل من أشرك، فلما أشرك اليهود فإذا هو ليس منهم، ولما أشرك النصارى فهو ليس منهم، ولما وقع الشرك في العرب الذين هم من ذرية إسماعيل فهو ليس منهم، لأن هؤلاء كلهم لم يكونوا حنفاء مسلمين على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل برأه منهم ومن أفعالهم. وما كان من المشركين، فإذا ليس لليهود أن يقولوا أن إبراهيم يهودية، وليس للنصارى أن يقولوا أن إبراهيم نصرانية، وليس لمشركي العرب أن يقولوا أن إبراهيم كان يستقسم بالأزلام، واضح؟ فلذلك الله عز وجل نصر خليله إبراهيم ودافع عنه وبرأه وبين كذب الدعوى التي قالتها اليهود وقالتها النصارى وقالها مشركو العرب، مشركو العرب. فبعد أن كان هذا البيان في هذه الآية القرآنية العظيمة، بعد ذلك قضى الله عز وجل في هوية إبراهيم. لمن؟ من الأحق بهذه الهوية لهذا الإمام الذي اختاره الله عز وجل وجعله للناس إماما، الذي جعله الله عز وجل إماما للملة الحنيفية السمحة التي ارتضاها الله عز وجل إلى يوم القيامة؟ فيقول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس، إن أولى الناس، المعنى إن أحق الناس بإبراهيم وأخص الناس به وأقربهم من من ذكرهم الله عز وجل. إذن أولى هنا اسم تفضيل، أي أشد وليا، أي قربا. فإذا أخص الناس بإبراهيم، أقرب الناس به عليه السلام، أحق الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه، للذين اتبعوه. وهذا على الصحيح أنه في زمنه وبعد زمنه، في زمنه وبعد زمنه. فممن في زمنه، ممن اتبعه؟ ابنه إسماعيل عليه السلام، وابنه إسحاق، وحفيده يعقوب، وقد عاش إبراهيم عليه السلام إلى أن ولد يعقوب عليه السلام. والله عز وجل أخبر في كتابه عن اتباع هؤلاء لخليل الله إبراهيم،
من ذلك قول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق. فإذن هؤلاء كانوا متبعين للخليل إبراهيم عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل: وهذا النبي والذين آمنوا. وهذا النبي المقصود به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا والمقصود به الذين صدقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله عز وجل. ومن العلماء من قال: والذين آمنوا المقصود به أهل الإيمان في كل زمان. في كل زمان، فإن مقتضى الإيمان الإيمان بالأنبياء، ومنهم خليل الله إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس إذن، أحق الناس بإبراهيم، وأخص الناس بإبراهيم، وأقربهم منه الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي، قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي. ثم قرأ هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وهنا نحتاج أن نقف وأن نفهم مقتضى هذه الولاية في حق خليل الله إبراهيم. إن مقتضى هذه الولاية للخليل إبراهيم، كما أنك تعلم عندما آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقته واتبعته واقتفيت سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، فأنت داخل في هذه الآية في قول الله: والذين آمنوا. فلا بد أن تعلم وأن تفهم وأن تعي في قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم، فإن كنت كذلك فأنت داخل في هذا الخطاب. ومن مقتضى هذا أن تعلم أنك أنت أحق الناس بإبراهيم عليه السلام ممن ليس مسلما، وأن تعلم أن في قوله عز وجل إن أولى الناس يقتضي نصرة الخليل إبراهيم وولاية الخليل إبراهيم ولايته، ويقتضي أيضا اتباع ملته، ويقتضي أيضا ما بقي في هذا الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الشعائر الإبراهيمية. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فالقيام بها وأداؤها وتذكر الخليل إبراهيم عند أدائها مطلب، وأن هذا من تحقيق هذا الإخبار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يبعث من أصحابه في يوم عرفة إلى الناس وهم في الموقف، ويقول لهم:
ابقوا على أماكنكم حتى تغرب الشمس، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ثم ظل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ينتقل بين المشاعر متبعا هدي إبراهيم عليه السلام في ذلك، فبات في المزدلفة حتى صلى الفجر ودعا حتى أشرقت الشمس، حتى أسفر الفجر، ثم نفر إلى منى وأخبر أن ذلك فعل إبراهيم عليه السلام. وعند خروجه يوم التروية من منى، عندما وصل إلى حد الحرم وقد اختلفت قريش هل سيخرج إلى عرفة مع عموم الحجاج أو أنه سيبقى داخل حد الحرم على ما كانوا يفعلون، وأن قريش وهي الحمص أنهم لا يخرجون إلى الحل، فإذا به يخرج ويبين ويعلل أن فعله ذلك أنه هو فعل إبراهيم عليه السلام. فإذا هذا الأمر الذي نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه لأمته وفي تذكيرها بخليل الله إبراهيم عليه السلام، إذن هو المطلوب، هو المطلوب الذي لا بد أيضا نحن أن نعمل به وأن نتذكر خليل الله إبراهيم. من شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي يقولها الإنسان في كل صلاة يصليها وقبل أن يسلم، سواء كان فرضا أو نفلا، فيقرأ الصلاة الإبراهيمية وفيها الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن الأذكار في كل صباح ما يجعل الإنسان يردد وأنه يقر ويعلن ويعترف بأنه على ملة إبراهيم عليه السلام. فإذن هذا الجانب، ثم الحج، هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الإبراهيمية التي أمر الله عز وجل خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج كما حج إبراهيم، وأمر أمته أن يحجوا. وفي جانب النصرة كان ذاك الموقف العظيم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ويوم أن فتح مكة وفتحت له مكة، وأمر بأن يؤتى بمفتاح الكعبة ويفتح الباب ويخبر لكي يدخل، ولكنه كان يعلم أن قريش التي زورت تاريخ إبراهيم عليه السلام وصورته صورة أنه يستقسم بالأزلام، فأولى الناس بإبراهيم ينصره فيقول قولته قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام، وأمر بتلك الصورة أن تنزع وأن يغسل أثرها في جوف الكعبة وأن لا يبقى لها أثر، فكان ذلك من نصرة إبراهيم، لأن الله قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فإذا نجد هذا الإخبار من الله عز وجل كيف تمثل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن نعلمه وأن نتأسى برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، نتأسى برسول الله محمد في هذا الطريق، فهي مسؤولية وأمانة عظيمة في حق خليل الله إبراهيم. فلذلك علينا أن نتذكر أن قول الله عز وجل هنا والذين آمنوا فيدخل فيه كل من صدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو داخل
في قول الله والذين آمنوا، فإذا هو من أولى الناس بإبراهيم. وعرفنا ما معنى أولى الناس بإبراهيم، إذا أحق الناس به، أحق الناس بنصرته، أحق الناس بولايته، أحق الناس باتباع ملته، أحق الناس باتباع الشعائر التي أداها وحفظت لنا في هذا الكتاب، وحفظت لنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالقيام بها فنحن نؤديها لأن الله أمرنا بها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بها وأداها، فنتبعه في ذلك مستشعرين أنها كانت عبادة للخليل إبراهيم عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل: والله ولي المؤمنين. هؤلاء كلهم الذين إبراهيم عليه السلام والذين اتبعوا والذين وهذا النبي والذين آمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل هو وليهم، فالله عز وجل ناصرهم، والله عز وجل معينهم، والله سبحانه وتعالى لا يتركهم في المعترك لوحدهم فيؤيدهم بالحجة، والله عز وجل في الآخرة هو مجازيهم على ما فعلوا من الحسنات والخير، وعلى ما ثبتوا عليه من الإيمان، وعلى ما حققوه من النصرة للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل: والله ولي المؤمنين. ولذلك سبحان الله، نرى إذن أي مكانة لهذا الخليل إبراهيم عليه السلام، وأي منزلة لهذا العمل الصالح في ميزان الله، وهو تولي إبراهيم عليه السلام بنصرته وولايته عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.